الآن ينضم إلي من أم درمان الزميل عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. عثمان أهلا بك في هذه الجولة. إذن عام كامل مضى على الحرب والأزمة في السودان على المستوى الإنساني وعلى المستوى العسكري. ما الذي جد مع بداية العام الثاني سواء في ما يتعلق بالمستوى العسكري وسيطرة الجيش السوداني على بعض المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع، أو حتى على المستوى الإنساني في ظل ما تقوله تصريحات الأمم المتحدة بأن السودان الآن أصبح أكبر أزمة نزوح جماعية في العالم؟ نعم، مضى عام كامل من الحرب في السودان، ويعتبر هذا هو العام الثاني، وهذا الله لا يطمر علينا يوم قدر ولا يوم ثاني ويوم ثالث في هذه الحرب المدمرة التي بها تأثير على حياة السودانيين. أريد أن أذكر بأن هنالك اليوم مؤتمر في باريس لبحث دعم الإجابة الإنسانية للأزمة السودانية وإعادة أجندتها في الصدارة حتى لا تكون أزمة السودان أزمة منسية، وذلك يتم الاهتمام بها كما يتم الاهتمام بأزمات أخرى في العالم. هنالك اليوم كان هناك قصفات في عنيفة من قاعة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان، استهدف مناطق غليل دعم السريع بشمال الخرطوم بحري، وكذلك في منطقة أم بدر بغرب الخرطوم، وأيضا هنالك معارك دائرة كانت في ولاية شمال داكور خصوصا مدينة الفجر حرب الولاية. هذه الحرب بدأت تتسع في مناطق كثيرة غير العاصمة وغير ولاية الجزيرة، وأخذت تأخذ أبعاد إنسانية خطيرة جدا انعكست على حياة الناس. المشهد في الفجر من هذه المعارك خلف حركة نزوح كبيرة جدا للقرى التي تم حرقها من هذه المعارك، خصوصا من ميليشيا الدعم السريع التي اتهمتها لجان المقاومة بريد الفاشل بحرق عدد من القرى وتشريد عدد كبير من المواطنين. هنالك عدد كبير من الجرحى وكذلك عدد من الذين قتلوا في معارك مدينة الفاشل التي تدور منذ يومين، وكذلك هنالك مناوشات في مناطق أخرى في السودان نتيجة لهذه الحرب التي تدور رباها في مناطق مختلفة. أكثر من 14 ولاية تعاني من آثار الحرب المدمرة ما عدا ولايات شرق السودان الثلاثة كسلا والقضارف وولاية البحر الأحمر وإغليم النيل الأزرق، أما بقية الولايات شهدت معارك ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. الأوضاع يعني تشين بتطورات في المشهد بالنسبة للتصريحات المضادة ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع خاصة من قارب الطرفين بأن المعارك تتسع رقعتها خاصة في ولاية الجزيرة وكذلك مناطق في شمال الخرطوم بحر في مناطق غرب أم درمان. هذه المعارك كما قلت لديها انعكاساتها خطيرة جدا في القطاع الاقتصادي، هنالك انهيار كبير جدا في قطاع النفط، منشآت كثيرة من المنشآت النفطية أصابها الضرر، وكذلك العسل والحيوانية قدرت حماية تقوم بنسبة 50% بسبب خروج المعمل المركزي لإنتاج اللقاحات، وكذلك تحطيم معضلات وزارة الثروة الحيوانية بنسبة 60% وانهيار قطاع الدواجن بالسودان بنسبة 85%، السودان يعتمدون كثيرا على بيض المائدة والدواجن في غذائهما اليومي، وكذلك لأن الإنتاج يتركز في ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم، قطاع الدواجن هو مركز تماما في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، وكذلك خرجت محاجر البيطرية في ولايات كردفان كلها عن الخدمة. هذه محاجر يعني مهمة جدا للقطاع من الماشية سواء كان الضان أو الأبطال. لكن عثمان دعني أعود معك فيما يتعلق بما وصفت بالمجاعة وبالأوضاع الإنسانية الغاية في الصعوبة في السودان بحسب الأمم المتحدة. هل لا تزال تتواجد منظمات دولية منظمات أممية في السودان تعمل وتقوم على توزيع المساعدات الإنسانية على إدخال مزيد من المساعدات الإغاثية سواء في تلك الولايات التي ذكرتها؟ هناك فيما يبدو أكثر من 14 ولاية تعاني من هذه الأزمات الإنسانية الصعبة في السودان بالإضافة إلى ولايات إقليم دارفور. لماذا بوادر الأزمة الجوع أو المتغذيات في السودان؟ نسبة للانهيارات التي حرصت التي ذكرتها لك سواء كانت في القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو القطاع الإنتاج الحيواني، هذا أثر كثير جدا. مشروع الجزيرة هو يعتبر أكبر مشروع في السودان، هذا المشروع خلق مع خدمة بسبب
صيغه ميليشيا الدعم السريع ولايه الجزيره. الامم المتحده هنالك قصور كبير جدا من المنظمات المانحه للسودان، يمكن الاستجابه حوالي 12% فقط. هنالك ايضا سبب كبير جدا يمنع وصول اللقاحات التي تاتي من المنظمات الدوليه او تاتي من الدول الصديقه مثل دوله قطر والمملكه العربيه والسعوديه وجمهوريه مصر العربيه. هناك في الممرات الامنه حتى في العاصمه الخرطوم وكذلك في ولايات دارفور التي تعاني من ازمه جوع كبيره، ونحن مقبلين على يعني فصل الجفاف في ولايات دارفور وتشكل ذلك خطوره كبيره جدا. السودان في حاجه ماسه وملحه الى دعم كبير جدا يغطي مساحات كبيره ويدعم المشاريع الزراعيه وكذلك يدعم الغطاء الحيواني والغطاء النباتي. المدخلات للانتاج الزراعي اصبحت غير موجوده وغير متوفره، هنالك مشكله كبيره جدا في المساحات المزروعه بالنسبه لي يعني تضرر كثير من المشاريع وكذلك كذلك الانهار التي تؤدي يعني مياهها الى سقي المحاصيل الزراعيه. هناك ايضا نقص كبير في السماد، يعني السودان ليس يحتاج الى الغذاء فقط الجاهز بل يحتاج الى مدخلات الانتاج للمشاريع الزراعيه ومشاريع الانتاج الحيواني. هناك بعض الانتقادات المتحده من السودانيين لماذا الاهتمام بالدول تعاني من دار الصراع ولماذا قليل جدا للسودان. لذلك جاء مؤتمر باريس الذي ينعقد الان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.